بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النهارده سكيم مانيفستيشن اوف ميتابوليك سندروم. يعني ايه ميتابوليك سندروم؟ كانوا زمان بيسموه سندروم اكس. هو مكون من 4 حاجات اللي هي اوبيزيتي وهايبرتنشن وديسليبيديميا ودايابيتس ميليتس تايب 2. بس هم قسموها لخمسه، يعني لان قسموا الديسليبيديميا الى حاجتين، الى ديسليبيديميا بسبب الترايجلسرايد، ودي بتبقى الترايجلسرايد فيها اكتر من 150 ملي جرام بالديسيليتر، ده يعمل اكيد بنكرياتيتس، او ديسليبيديميا يعني الاتش دي ال قليل اقل من 40، ده معناه ان ال دي ال هيتغلب على يعني ايه الاتش دي ال، لان كده كميه الاتش دي ال اصلا قليله، هتلاقي ال دي ال يعمل هو ماشي بيدلدق الكوليسترول الفري كوليسترول اللي على السيرفس بتاعه على الول اوف ذا بلاد فيزل، ويعمل لك كورونري هارت ديزيز. ده باسم الليتست تايب 2، درجه العرف ان احنا نتكلم برقم اسمه 126. 126 ده above it دي هايبر جلايسيميا، هو نفسه هو النورمو جلايسيميك، اقل من كده يبقى ده بنسميه بدا يدخل في هايبوجلايسيميا. خلاص، ثلاثة من الخمسة دول يشخص لك على طول ميتابوليك سندروم. كمان من ضمن الحاجات اللي بتدخل في الكرايتيريا ان العيان ده بياخد دواء ادويه للديسليبيديميا او ادويه للدايابيتس ميليت، فده ممكن يعني حتى لو كنترول ديسليبيديميا او كنترول دايابيتس ميليت ممكن تاخده من الكرايتيريا بتاعت الدايجنوست. الميتابوليك سندروم بتبقى اسوشيتد مع سكين مانيفستيشنز. قلنا الميتابوليك سندروم ده بيبقى اسوشيتد معاه 6 سكين مانيفستيشن. الثلاثه الاولانيين هما السكين تاكس والاندروجينيك الوبيشيا والسورايسيس. في ثلاثه تانيين بيبقى ان هي الميتابوليك سندروم ده بيبقى اسوشيتد مع اندروجين مع بوليسيستيك اوفري، فبيبان في الفيميل على شكل اكانتوس نيجريجنس واكني فالجاريس اند هيرشيتس. بس ده ما يمنعش برضو ان الرجاله اللي بيبقى عندهم ميتابوليك سندروم ممكن يجي لهم اكانتوس نيجريجنس بسبب الانسولين ريزيستنس اللي عندهم. تمام، دي شكل السكين تاكس، ممكن تكون في الاكسلا، ممكن تكون في الرقبه، دي الاندروجينيك الوبيشيا ودي السرايس. طيب هنتكلم عن الحاجات اللي اللي هي سكيم مانيفستيشن اوف الكحول ابيوز. الالكحول ابيوز ممكن كان بي بريزنتد از ايه فاسكولار تشينجز زي سبايدر تنجكتيزيا وزي بالمر اريثيما. سبايدر تنجكتيزيا احنا خدناها في الحمل صح؟ برضه بتيجي مع الالكحوليكس مع اللي هي ايه سيفير ليفر ديزيز. البالمر اريثيما بتيجي برضو مع الليفر ديزيز، بتيجي مع العيانين اللي عندهم اللي هي الكحوليك كرونيك الكحول ابيوز. الكوركس كروز كليرال فيزل صورها لكم حالا دلوقتي، عامله حلزونيه الشكل، عامله زي التعبين كده في عيني. كابوت ميدوزا اللي هي الدايليتد تيرشس بلاد فينس بلاد فيزل بتاعت الابدومينال وول نتيجه مورتال هايبرتنشن نتيجه الليفر سيروسس اللي حصلت بسبب الالكوهول ابيوز. بليثوريك فيشز يعني وشه محمر على طول بسبب الكحول. فلاشنج دي اللي ما يشرب كاسين وهو مش متعود يجي له فلاشنج. انما حته البليثوريك فيش دي اللي هو كرونيك ابيوزر. تمام، اليونيلاترال نيفاي ترنجكتيزيا تيجي في الرقبه كده وهو ماشي مع البلاش كوز لاين، تقوم متلخبط بينها وبين البايكيلي درما اوف سيفات. المفروض البايكيلي درما اوف سيفات تبقى باي لاترا ما تبقاش ان لاترا. ومعاها اتروفي ترنجكتيزيا، يبقى معاها هايبو هايبر بيكنج. كمان الاورال تشينجز ممكن تحصل مع الكحول ابيوز زي بلاك هيري تانج. العيان ده ما بياكلش اكل سوليد كتير وطول الوقت عمال يشرب، فما بيحركش، ما فيش حاجه بتحك في التانج ميكوزا، فيفضل يتراكم الكيراتين ويبدا يظهر اللسان على شكل ايه بلاك هيري تانج. فده ملوش اي علاقه بالهيربس سيمبلكس، ده له علاقه بالباد هايجين
ان هو ما بيفرش لسانه، ما بيغسلش سنانه، تفريش اللسان ده بيشيل الكرياتين الزائد، او انك تاكل سوليد فود ده بيروح شايل الكرياتين من على السيرفس بتاع اللسان ويروح مع الاكل بقى. انما العين ده ما بياكلش تقريبا خالص، وكل حياته مع الشرب. الجلوسايتس والليكوبليكيا برضو ممكن تحصل مع الألف والأبيض. الكرونيك جينجيبال انفلاميشن لأنه هو لا بيفرش سنانه ولا بياكل، فدايما لما الجينجيبا ما تتعرضش للمساج كل شوية ممكن يجيلها كرونيك انفلاميشن. كرونيك سويلينج اوف باروتيد لاحظوها مع عيانين الالكحول ابيوز. النيل تشينجز اللي هي نيل بيد ديسكولوريشن، التيري نيل اللي هو بتاع الليفر ديزيز اللي هي تلتين البروكسيمال بيبقى نورمال، انما الديستال تلت هو ده اللي بيبقى ايه بينك. الريد لانيولا، قلنا الريد لانيولا دي بتحصل مع ممكن ال يعني حاجات اللي هي ممكن سيستميك لوبس يجي معاها ريد لانيولا برضو اللي هي ايه ان بيحصل مع الكحول قبل. النيل بليد تشينجز والكلابينج دي ممكن تحصل برضو مع الكحول ابيوز، يبقى نيل بليد ونيل بيد تشينجز ممكن تحصل مع الكحول ابيوز. سكين تشينجز يجي له هرش، ممكن جوندس بسبب الليفر سيروز، يجي له هايبر بيجمنتيشن، يجي له ارتكاريا انفلاكسس، يجي له لايكينات درماتوزس، يجي له سكين كانسر او ليه اورال كانسر بسبب الليكوبليكا اللي كانت عنده في الاول دي، خصوصا لو هي في فلور اوف ذا ماوث ممكن تقلب سكوماس سيل كارسينوم. ده الكوركس كرو بلاد فيزل على السكلير اهو، واضحه جدا اهي كوركس كرو بلاد فيزل. الناس اللي هم الكحول ابيوزر دي كابوت ميدوزا دي ممكن تحصل نتيجة السيفير ليفر سيروس اللي حصل في قفلة البورتال فيزلز، عملت بورتال هايبرتنشن فحصل دايلاتيشن للفينز اللي موجودة في سوبرفيشال ابدومينال فينز، وبتبقى دايما ريليتد للامبليكس، يا اما نير الامبليكس او حوالين الامبليكس. تمام، دي اسمها اليونيلاترال نيفويد رينجكتيزيا، ودي اللي قلنا بنتلخبط بينها وبين البكتيريا المؤسبات بتبقى بايلاترال ومعاها اتروفي ومعاها هايبو هايبر بيجمنتيشن. طب في حاجات تانية، ايوه ان العيان ده ما بياكلش كفايته فبيحصل له ماراسمس وكوشر فول، يحصل له فراينوديرما. الماراسمس يعني كل الفود ستاف بتبقى قليله، الكوشر كور يعني البروتين، الفراينوديرما يعني الفيتامين اي والاسنشال فاتي اسيد، البلاجرا عشان النايسين ديفيشنسي لان هو طبعا النايسين كونسيومد جامد جدا في الميتابوليزم بتاع الالكوفيت فبيقل. سيبوريك لاكترماتايتس برضو لان بيبقى عنده نقص البيوتين فبيحصل برضو سيبوريك ترماتايتس لايك ليجن لان البيوتين از انتي سيبوريه زي ما انتم عارفين. انجلر ستوماتايتس بسبب البي 2 ديفيشنسي، سكيرفي بسبب الفيتامين سي، زنك ديفيشنسي يجي له فيري ارتيشال ألسريشن واكرال انفلاميشن. الاندوكرانال مانيفستيشن بتاع العيان اللي هو عنده الكحول ابيوز ده ممكن يجي له هايبوجوناديزم يعني نقص في التستوستيرون، ممكن كمان الليفر تبقى تعبانه فيجي له هايبر استروجينيزم نتيجه ان الليفر مش قادر يكسر الاستروجين ده، وبرده مش قادر يكسر الكورتيزون فيجي له حاجه اسمها سودو كوشنج سندروم. مش نتيجة زيادة الكورتيزون من الكدني، لا بسبب ان الليفر نفسه مش قادر يكسر لا الكورتيزون ولا الاستروجين. فطبعا هايبر استروجينيزم دي تؤدي الى جينيكوماستيا، تؤدي الى طبعا فات ديستريبيوشن اوف فيميل، الكلام ده وصوته ينعم. يعني البنكرياتيتس اسوشيتد سكين تشينج، طبعا العيان اللي عنده الكحول ابيوز بيبقى عنده البنكرياس تعبان فبيجي له سبكوتينس فات نيكروزس، يجي له حاجه اسمها ديبيترن كونتراكشر، يجي له كواجيلوباسي. طيب في الاضافه ان بيجي له حاجه اسمها كولن اند ترنر ساين، ده بيبقى نوع من الايكوموزس حوالين الامبليكس دي اسمها الترنر، وفي الفلانكس وتبقى في اللي هي ايه في الجناب دي اسمها كولن ساين. الكولن اند ترنر ساين دي بيحصلوا امتى؟ بيحصلوا اصلا في الفيميل اللي عندها رابشر اكتوبيك بريجننس، ده الساين اللي بيعرفوه دكاتره النساء.
كمان بيحصل مع العيانين اللي عندهم بنكرياتيتس بسبب اي سبب ما. وهنا في موضوعنا احنا بنقول ان الالكوهول ابيوز ممكن يعمل بنكرياتيتس. فالبنكرياتيتس لما بتنفجر وتطلع الانزيمات بتاعتها بتهضم كل الحاجات اللي موجوده في الابدومينال وول في الابدومينال كافيتي، فتعمل لك الكولين والترنر سيندروم. هنشوف الصوره دلوقتي. كمان بتعمل حاجه اسمها مالد لانج ديزيز. المالد لانج ديزيز دي معناها ان في فات اكيميليشن في النك وفي البادي على الكتاف على الايد في الانتير ابدومينال وول. فبدل ما يبقى عنده يعني عضلات بيبقى عنده فات رهيب. هوريك المنظر ده. الانفكشن بيجيله انفكشن خصوصا الايه الاسهال المتكرر وانفيزيف سبسس زي نيكروتايزنج فاشيتس. وبرده هي يعني بيقول لك ان اشهر بكتيريا ممكن تجيله هي الفيبريا فيبريو فالني فيكس. مش فيبري كوليرا ولا ده حاجه بتصيب السكين بتعمل بكتيريا الانفكشن. برضو عيانين الالكوهول ابيوز ممكن يجي لهم بيرفيريا كوتينيا تاردا ويجي لهم اكوايرد فيربرا فالما تقلل عدد البليتلتس. ده الكولين والترنر ساين قلنا ان بيحصل عاده مع الرفشه الاكتوبيك بريجننسي او لو حصل انترنال هيمورج. وكمان بيحصل اكيوت بنكرياتايتس هنا في حاله الكحول بيعمل معاه اكيوت بنكرياتايتس. فيحصل في الفلانك ده اسمه ترنر وفي اللي حوالين الامبليكال بنسميها كولن. فدي واحده ست حامل وهي اصلا عندها اكتوبيك بريجننسي فيجي لها الساين ده. برضو العيانين اللي عندهم اكيوت بنكرياتايتس يحصل لهم برضو الكولن والترنر ساين ده. دي عيان المال الماد لانج ديزيز. الماد مادة اللانج ديزيز ده بيحصل اكوميليشن اوف فات في بص كده في البريست في الابر ار في الانتيريور ابدومينال وول في النك. مع ان الراجل ده كان بيبقى سمارت كده وهو مش تخين، هو مجرد في ابنورمال فات ديستريبيوشن حصلت. فدي حصل ديس اوردر في الليبيد ديستريبيوشن والليبيد ستورج. بيحصل اكوميليشن سبكوتينيوس فات يعني تحت الجلد around the neck والشولدر والنك والترانك والهيب والابر ارمز وكمان في الصاد. اذا فات ماسس كان بروجريس كويكلي اوفر مانث. بيحصل له ديسفيجيا لان خناقته خصوصا لما يبقى في فات في النك تضغط على الاسوفاجس يبقى عنده ديسفيجيا مش عارف يبلع. فبيسموها ايه البيناين سيمتريك لايبوماتوز يعني مش ريليتد لاي مالجنسي. هي ده نوع من البيناين تيومر حصل له نتيجه الكونسامشن of alcohol. كمان في بعض الامراض بيحصل لها exacerbation مع الالكوهول ابيوز هي السورايسيس والروزيشيا والاكزيما والسيبوريك ديرماتايتس. السكين مانيفستيشن برضو هنتكلم عن السبورت بارتيسيبيشن الحاجات اللي بتحصل نتيجه التروما او بسبب الجو او بسبب الانفكشن او بسبب ان عمل بري اكزيستنج ديرماتوز حصل لها exacerbation. بص كده معايا تروماتيك اللي هي الفريكشن بلاستر الجزمه بتلق يعني ايه يحصل نوع من الفيزيكلز في مكان الاحتكاك. في حاجه اسمها كورن اند كيلس. الكورن والكيلس الاثنين فايبروتيك تيشو بس ما فيهمش ثرومبوز بلاد فيزل زي ايه زي الورت. الورت لما تيجي تصاب المقص تلاقي فيها نقط كده حمراء او بني ان معناها ان فيها في البابيلر ديرم بتاعتها ثرومبوز تيرشس بلاد فيزل. البلاك هيل اللي هي بيسموها تالو نوار والبلاك بار بنسميه تاكي نوار. دي برضو بتحصل نتيجة السبورت بارتيسيبيشن يحصل نزيف تحت الجلد. في بول بالم. بول بالم دي يعني من كتر الهايبر هيدريشن او الستراتم كونم البصمات بتاعتهم الجزء الكيراتينس بارت اللي في البصمات ده بيتخلع من على صوابعهم وتلاقي صوابعهم بتلمع زيادة عن اللزوم فبيبقى ليهم موقف محرج كده مع زمايل. حاجه اسمها باثوجينيك بابيول. الباثوجينيك بابيول دي معناها قلنا الباثوجينيك بابيول دي بتبقى هرنيشن اوف ذا سبكوتينيوس فات طلعت من الكونكتيف تيشو بتاع البلانتر سيرفيس اوف ذا فوت. فالناس اللي هم بيشتغلوا في الرياضه والرياضة بتاعته تتطلب انهم يفضلوا واقفين فترات طويلة بيجي لهم painful sensation مكان
البيثوجينيك بابيول. البيثوجينيك بابيول ده احنا جبنا سيرتها قبل كده في الجينو، فقلنا ان ممكن تحصل نورمالي مع الاطفال وبعدين بيكبر خلاص بتروح وما بتبقاش بينفذ في الاطفال. تمام. الجوجرز نيبل اللي هي برضو حكايه الايه البليدنج من النيبل بسبب الفريكشن مع هدوم الرياضه، في حاجه اسمها جوجرز نيل اللي هي برضو بليدنج اندر ذا نيل سب انجل هيماتوما اللي بتحصل اندر ذا نيل بسبب الرانر، يعني واحد بيجري عداء او في ماراثون ممكن هو اثناء الجري يخبط في حاجه فدايما يجي لهم سب انجل هيماتوم. حاجه اسمها انجروينج تو نيل برضو بسبب لبس الجزمه المستمر، فبيحصل ان الضافر بدل ما ينمو للامام بينمو للجناب فيدخل في اللحم فيحصل عند العيان ده نوع من انواع الايه الإديمة والإريثيما في الأول، بعدين لو ما تلحقش القص عشان يخرج الجزء اللي داخل في اللحم ده يجي له بقى سكند انفكشن ويلتهب بشدة. يعني الإفكت في أنابوليك ستيرويد لو في ميل بتاخده عشان تعالج مثلا أنجيوديما ممكن يجي لها هيرش فيز، إنما عادة هو الميلز اللي بياخدوه عشان يربوا عضلاتهم في الجيم، فده طبعا بيأثر عليهم جامد يجيب لهم حاجة اسمها ستيرويد أكني، وده بيعمل سيفير سكار في الشاست والباك. رانر رام يعني يعني واحد بيجري فبيحصل فراكشن جامد ما بين التو سايدز اوف ذا باتوكس في النيتال كليفت، فاون بوث سايد اوف ذا نيتال كليفت يحصل في حاجه اسمها ايه اكيموتيك باتش. راورز رام ده اللي هم الناس اللي بيجدفوا بيشتغلوا في التجديف او بيلعبوا على الاجهزه بتاعه الجيم عشان يقوي عضلات ايديهم ورجليهم، فممكن من كتر الاحتكاك بالكرسي اللي هو قاعدين عليه فيحصل عندهم لايكنيفيكيشن في النيتال كليفت. في حاجه اسمها بينج بونج باتشز يعني الكور بتخبط في جلده فتلسعه فتعمل له دواير دواير كده على الجلد بسبب انه بيتخبط دايما بالبينج بونج بونز. الاثليتيك نوديول بالظبط عامله زي ايه زي الكورن والكيلس بس يكون الكيس كلها فايبروتيك، انما اثليتيك نوديول دي نوع من الاكانتوزس حصلت في الدورسم اوف ذا فوت فيت والني بسبب الفريكشن الجامد، فممكن يحصل اكانتوزس وبابلماتوزس ويعني اكانتوزس فتطلع على شكل بابيول كده وليها برضو الانجيشن فريت ريدجز لتحت، فدي عشان كده بنلاقي فيها اكستنشن لتحت ليها جدر فعشان كده بنسميها نوديول. ده شكل البلاستر، ده شكل الايه الكيلس، وده شكل الكور. مين فيهم بيوجع؟ الكور. في الكورن نوعين، يا اما سوفت كورن ده تضغط عليه يبقى سوفت، او هارد كورن ده زاد جدا الفايبرس تيشو جواه فبقى هارد كورن، والاثنين بيوجعوا. خلاص هنا ده ادي الكورن اهو، انما ده الكيلس. كيلس ما بيوجعش وبيبقى على البريشر اريا، انما ده يوجع ومش شرط يبقى البريشر اريا. ده اسمه تالو نوار، ده اسمه تاكي نوار برضه بسبب الرياضه العنيفه ممكن يحصل عنده سبكوتينيوس هامج. ادي تالو نوار. ده البول بال دي هنشرحه في الفيديو الجاي، البول بال بتاع السباحين. قلت لك يا دكاتره وربنا يوفقك.